أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم استوديو عالي نستهلها بالقول. لماذا تغيب المسؤولية الفردية لدى الطلاب؟ من المتهم في تغييب هذه المسؤولية؟ وماذا عن انعكاس تعامل الآباء مع أبنائهم من خلال عدم إسناد المسؤولية على سلوكهم الفردي؟ وماذا عن دورهم في تعديل هذا السلوك؟ هل يمكن أن يكون للأنشطة الطلابية دور في تعزيز هذا الجانب؟ وهل يتوفر لدى الطلاب الشعور الحقيقي بمسؤولية الإنسان عن نفسه؟ والوعي الذي يخلفه هذا الشعور عندها يمكن الإطمئنان لما يسؤول له الطالب ومدى إيجابية ما يقوم به في المستقبل. كل هذه المحاور نناقشها وأكثر في حلقة هذا اليوم، لكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا أعزائي المشاهدين. تعتبر المسؤولية الاجتماعية واحدة من دعائم الحياة المجتمعية الهامة، فهي وسيلة للتقدم الفردي والجماعي، بل إن التنمية والتقدم البشري يقومان على المسؤولية الفردية لأفراد المجتمع. والله هي أضرار كبيرة، والمتحمل الأخطاء الأول والأخير هو الشخص نفسه. هي بتعود على الاتكالية، بتعود على عدم اقتحام مجالات الحياة، وانت تعرف ان الحياة فيها صعوبة ولها امور عدة كيف تتعامل معها، وكيف الصبر وكيف الجلد فيها، وكيف اذا كل ما كانت اتكالية عالية كل ما كانت اعتقد ان الابواب كلها بتكون امامها مسدودة. يعني المرحلة الجامعية هي المرحلة ما قبل الوظيفة، يعني فاكيد اذا ما اعتمد يعني على نفسه بشكل كبير اعتمد على خلاص بيكون حتى بالوظيفة ممكن يعني بعد ما يتخرج وكذا حتى الطموح الوظيفي وكذا والبحث عن عمل ما راح يكون مثل الطالب اللي يعتمد على نفسه. يعني حيث تقاس قيمة الفرد في مجتمعه بمدى تحمله المسؤولية تجاه نفسه وتجاه الآخرين. الطالب الجامعي لازم يكون يعتمد على نفسه، وصل مرحلة يعني خلاص يعني الأهل ما يكون هم الشيء الأول اللي يعتمد على الله ثم على نفسه. ولو في بعض الحالات أحيانا نضطر أن يعتمد على الأهل، خاصة في الأمور المادية، تعال المكافأة ما تكفي، المقررات والأشياء هذه كلها، لكن عموما المفروض الطالب الجامعي يكون هو يعتمد على نفسه بالدرجة الأولى. والله الأهل هم الركيزة الأساسية، الأهل دائما دورهم الأساسي في نشئ الشخص نفسه في المرحلة الابتدائية المتوسطة الثانوية، متى ما أنشئوه ممتازا ما أتوقع أنه يرجع لهم في أي أمر في الجامعة. إذ يعتبر الشخص المسؤول على قدر من السلامة والصحة النفسية. يرجع للفائدة الطالب نفسه، لما يعتمد على نفسه الطالب ويهتم بنفسه الطالب حاليا راح يكون مستقبلا هو وعائلته، لما راح يتكون عائلة راح يكون يتحمل مسؤولية عائلته. ومن المؤسف أن ترى شابا في الجامعة يحتاج لمن يوقظه يوميا للدراسة، وإلا تغيب عن دراسته وضاع مستقبله. المفروض أنه يتحمل المسؤولية هو في الواقع، لكنه هو يختلف من طالب لطالب، في شخص اتكالي وفي شخص طالب حاب يبني بنفسه في هذه المرحلة وحاب أنه يوجد نفسه من بعد المرحلة الجامعية، لكن الطالب هو الأفضل له أنه يكون طالب معتمد على نفسه بعيد عن مثلا أعباءه على أهله أو على كليته أو على الأساتذة أو خلافه. ومن المؤلم أن ترى فتاة لا تتولى إعداد أمورها الذاتية بشكل مناسب، وأصبح المجتمع يسير نحو الاعتماد على غيره بالإجمال. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا في حلقة هذا المساء، ويسرنا أن نرحب بضيفينا الكريمين هنا في الاستوديو، الأستاذ إسماعيل سعود المغيرة خبير التوجيه والإرشاد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، حياك الله. يحييك. كما نرحب أيضا بالطالب الجامعي من جامعة الملك من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عبد الإله العنزي. أهلا وسهلا، حياك الله. في البداية وبعد أن نشكر لكم حضوركم ومشاركتكم، نحن نتكلم عن موضوع ذو أبعاد اجتماعية ونفسية وأكاديمية أيضا، فمحورنا اليوم هو عميل وزبون بالنسبة للعملية التعليمية مهم، وما يهمنا هو أن نتكلم هذا المساء عن المسؤولية الفردية. المسؤولية الفردية تغيب عند كثير من الطلاب،
أسباب ذلك برأيك كونك خبير في التوجيه والإرشاد؟ الأسباب الحقيقة متعددة لا نستطيع أن نحصيها في مثل هذه الجلسة، ولكن أنا قبل أن أبدأ بذلك الحقيقة أتشرف أني أتيحت لي الفرصة في تقديم النصح والإرشاد لأبنائنا الطلاب. طبعا كل منا عنده إخوة عنده أبناء يحتاجون إلى توعية في أهمية المسؤولية الفردية أو المسؤولية الذاتية. سؤالك هو عن تغيب المسؤولية الفردية، ممكن أسباب الحقيقة عديدة، ولكن البيئة المحيطة مع يعني أنا سأوصل لك الفكرة وأعزائي المشاهدين. الآن هناك أفراد وطلاب لا زالوا حتى الساعة يتكلوا على غيرهم، إما يتكل على الأسرة أم يتكل على وسائل الإعلام الجديدة الآن الحالية أم يتكل أحيانا تصل إلى أنه يتكل على الخدم أو السائقين أو ما سبب ذلك. نحن إلى الآن نجد أن هناك عدم مبادرة أحيانا، برود غير طبيعي. لذا الآن هل هذا الطالب الجامعي الذي من المفترض أن يكون على مستوى عالي من المسؤولية وأصبح في نضج فكري وثقافي وعلى مستوى كبير من قيادة أسرة إن لم تكن مؤسسة أو ما شابه ذلك، لكن رغم ذلك يلاحظ هناك غياب تام لدى كثير من الأفراد؟ نرجع للتنشئة الاجتماعية. طيب التنشئة الاجتماعية لدى كافة أفراد المجتمع بالذات الطالب، لما البيئة المحيطة بالطالب الأسرة تتحمل جزء من المسؤولية، أكيد ما في شك. هي يعني البداية، أن تنادي من هنا أن لا تعطي الأسرة، أن لا تعطي ابنها العين أو ما شاء، يعني بنقولها بالعامية إنها ما تخليه يتكل عليها. الأسرة هي البذرة الأولى في زرع المسؤولية في نفس الطالب، حب المسؤولية، حب، لأن الأسرة أول ما يبدأ الطالب يعرف الصح من الخطأ في سن مبكرة من مراحل النمو، من مراحل نمو الطفولة اللي هي تقريبا 6 سنوات أو 5 سنوات، يبدأ يميز بين الخطأ ويبدأ يتحمل بعض المسؤوليات البسيطة من خلال التقليد والمحاكاة. جيد. أي نعم. فهنا تدريجيا على حسب وعي الأسرة. طيب الآن أنت أشركت مع الأسرة بما أنك تتكلم بعد السنة السادسة، ستشرك حسب ما يبدو لي من حديثك التعليم العام؟ طبعا التعليم العام هو البداية، يبدو لي التعليم العام الأسرة هي البداية، بعدين التعليم العام هذه يمر بها أي طالب، يمر بها أي طالب مرينا. طيب هل ترى أن التعليم العام يحمل يعني عفواً يشرب طلابها المسؤولية الفردية؟ أنا أتوقع أن الجميع يتحمل المسؤولية. طيب لنتكلم عن التعليم العام، يشربه بماذا يعني؟ التعليم العام فيه برامج، فيه أنشطة تحمل المسؤولية وتعود على ثقافة طبعا تحمل لابد أن يقوم بدورة من ناحية الأنشطة الطلابية، من ناحية التعلم التعاوني، من ناحية أشياء كثيرة يجب أن يساهم فيها التعليم. طيب إحنا ننتقل للطالب عبد الإله العنزي معنا هنا في الاستوديو من جامعة الإمام. طبعا نحن نتكلم عن مسؤولية فردية لدى الطالب، وبما أنك طالب فأرجو يعني أن تبين لي من نابعك كطالب ومن مجتمعك كطلاب، هل هناك مسؤولية فردية يتشبث بها كثير من الشباب، أم أنه لا زال مبدأ الاتكالية هو دين دينه؟ قليل تجد من يتوكل على نفسه، أكثر الطلاب يتوكلون على غيرهم، أسباب كثيرة. يتكل على غيره؟ على غيره. ليس يتحمل هو المسؤولية؟ ما يتحمل. طيب ما هي الأسباب؟ قليل. طيب ما هي الأسباب؟ الأسباب أولا المجتمع وعائلة الطالب نفسه. طيب. مجتمع لابد أن يحمل مسؤولية شوي. يعني ما ساعدته أن يتحمل المسؤولية. ممكن تكون زيادة حنية بالأب. هي ممتاز، هذا واحد من الأسباب. جيد. ما يحمل الطالب. طيب. مسؤولية فوق، يعني يقول طالب ما يقدر يتوظف، ما يقدر مثلا يحمل مسؤولية لو جزء مسؤولية صغيرة. طيب المادة لها دور؟ المادة لها دور. طيب على أساس الآن أصبحت في سيول أحيانا بعض الأسر فأتركت لأبنائها الحبل على الغارب. المادة شيء رئيسي في تضييع الثقة بالنفس أصلا. تلقى الكثير من الناس ما عندهم ثقة، ما عندهم يعني
ما يعرف يتوكل على نفسه. لابد مثلا واحد يقول له سوي زي كذا، يا فلان سوي زي كذا، فلان شوف مستقبلك حتى تلقى مستقبل. يعني البادرة والنابع الداخلي منعدم. طيب انت الان ذكرت يا عبد الاله ان هناك مجموعه، هناك عدد قليل لديهم مسؤوليه، اولئك الاشخاص الذين صار لديهم مسؤوليه فرديه واجتهاد واعتماد على النفس، اجتهاد من ناحيه واعتماد على النفس من ناحيه اخرى، كيف صارت عندهم، كيف وصلت لهم هذه؟ لا الله يجزاهم بالخير، ابائهم او ابائنا هم كيف تربي ولدك، تربيه مثلا لا اله الا الله، تحمل مسؤوليه، تعطيه رخاء بس تعطيه شده بعد شوي، لا اله الا الله، مو بس ان كل شيء اهم شيء المدرسه، لا. طيب ممتاز، الان يعني انت تحمل الاسره مسؤوليه تامه. ليس تامه، والمجتمع بعد، المجتمع كذلك، المجتمع، الرفقاء، تلقى رفقاء كلهم مهملين وتلقى مثلهم، الصاحب ساعد كما تعلمون. نعم. بس الاسره هي اهم شيء. طيب الاسره اذا ربته وحملته مسؤوليه من بدايه وهو صغير، طيب ما راح يطلع عدي المسؤوليه الاكبر. ممتاز. هل تعتقد انه لابد ان يتكامل مع هذا المشروع، مشروع الاسره، لابد ان تتكامل مع مشروع التعليم العام، لان المفروض المدرسه كمان هي يعني تعودها وتحملها وتشربها هذا المفهوم؟ المدرسه لازم يشدون شوي، لازم، ما هو كل شيء رخاء رخاء، لابد يشدون شوي، لازم نشوف الناس الثانيين. طيب. غير انا ارجع لاستاذ اسماعيل سعود المغيره. نعم. وانت خبير في التوجيه والارشاد. نعم. من تحمل مسؤوليه غياب تلك الثقافه؟ من تحملها هو المسؤول الاول، من اجل ان ننطلق من هنا من هذا المنبر ونقول هذه هي البذره الاولى التي تتحمل المسؤوليه من اجل ان نعلق عليها الامر. لا تستطيع ان تحملها احد معين، المجتمع بالمجتمع جميعا يتحمل المسؤوليه، لكن هناك بدايات وفيه كما اشرنا. طيب في ما هو ضروري ان نحمل المجتمع الان. هي. عبد الاله حمل الماديات جزء من المسؤوليه، ماذا عن الماديات، ماذا عن وسائل الاعلام أنا الجديده؟ انا اعتقد بالنسبه للماديات اعتقد انها متوفره بنسبه اكبر من يعني عدم توفرها في المجتمع. لا اعتقد ان الماديات لها تاثير، بالعكس المادية ممكن إذا كان هناك دروس خصوصية مثلا الطالب يستعين بالمعلم الخاص حتى يفهم المادة اللي يدرسها خصوصا في بدايات التعليم، هذه تعتبر مشكلة أو تعود على الاتكالية. طيب وين يا أستاذ إسماعيل من مبدأ تجربة خير برهان؟ لماذا لا نكون محجمين أو مقننين لمسألة المادة من أجل أن يعتمد على نفسه؟ يعتمد على نفسه من خلال التعلم التعاوني، لازم يكون عنده قناعة ذاتية أن التعلم يجب أن يصدر منه هو نفسه. طيب. ذلك بمساعدته على فهم ذاته ومعرفة قدراته والثقة بنفسه. طيب بس قد يكون هذا في جانب معين، يعني قد يكون في جانب دراسي أو في جانب أكاديمي، نحن نريده أن يعتمد على نفسه في جميع جوانب الحياة. في جميع جوانب الحياة يعتمد، طبعا نعود للطفولة مهما كان لأنها تنبني هي، يعني التنشئة أساس. نعم أساس، لأنه لما يبدأ الطالب يعوده أبوه أو أمه على أنه يعمل أموره بنفسه، مثال ذلك ترتيب كتب الدراسة حسب الجدول، لو بدل ما ترتب أمها عنه يرتبها هو بنفسه، يعتمد على يتعود على تحمل المسؤولية بذاته. جيد. أي نعم. جيد. طيب عبد الإله العنزي، هناك نماذج طيبة من المجتمع الطلابي تشاهدهم أو تعرفهم أو احتكيت فيهم نوعا ما، بماذا تجدهم اعتمدوا على أنفسهم؟ هل للظروف المادية مثلا دور؟ هل للظروف المكانية والزمانية دور؟ يعني على سبيل المثال، هل ابن المدينة يختلف عن ابن الريف أو ابن البادية مثلا؟ طبعا. طيب. طبعا يختلف، يختلف ابن البادية أو ابن الريف تلقاه دوم حاسب المسؤولية، تلقاه طفل ما غير، بغض النظر عن الطفل، تلقاه مثلا شاب بال 12 من عمره أو 13 متوظف ويدرس وشايل الحمل، وتلقاه يسوق وياخذ هاله المستشفى، يجيب هاله يسوي. طيب يسوي يعني التنشئة هنا اختلفت من البادية الى من البادية والريف الى المدينة. طيب ما هي العوامل التي ادت الى ذلك؟ لا اله الا الله، المجتمع، انت يومك تشوف
أمامك إنسان ما عنده مسؤولية عن نفسه، ما عنده مسؤولية ولا شيء، تختلف يوم أنك تجلس مع واحد ثاني مسؤولية كبيرة. هذه بلا شك. الآن إحنا نتكلم عن جانب معنوي وجانب تعزيزي بلا شك، لكن نحن الآن نعود ونحمل المكان والزمان مسؤولية ما تحدثت عليه. نستكمل هذا الحديث مع الأستاذ إسماعيل بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. مدن صنعت التاريخ واستحقت أن تكون منارة بعلومها ليقصدها طالبو العلم أينما وجدوا. نصحبكم في كل حلقة لتزوروا مدينة جديدة وتتعرفوا على تاريخها وأبرز معالمها. نلتقي بطلاب السعوديين المتواجدين فيها ليحكوا لنا عن حياتهم وتجاربهم الدراسية. من كل مدينة على قناة عالي. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا في حلقتنا ومحورها الثاني، وضيفي الكريمين الأستاذ إسماعيل بن سعود المغيرة خبير التوجيه والإرشاد، والطالب عبد الإله العنزي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كما يسرنا أعزائي المشاهدين استقبال مكالماتكم على هاتف البرنامج والظاهر أمامكم على الشاشة. نعود نستكمل ما بدأناه أستاذ إسماعيل حول علاقة الأسرة، حول علاقة الأنشطة. الأسرة سنتركها لعبد الإله، لكن علاقة الأنشطة كونك خبير ومتخصص في التوجيه والإرشاد، ماذا عن دور الأنشطة الطلابية في تعزيز هذا الجانب، تعزيز جانب المسؤولية الفردية؟ الأنشطة الطلابية اللي تحدث الآن في المدارس أنشطة تساهم بشكل كبير في أن يتعرف الطالب على قدراته وإمكاناته. كل طالب عنده قدرات وإمكانات كامنة تحتاج إلى من يخرجها. الأنشطة هذه حينما يشترك الطالب في أي نشاط من الأنشطة المدرسية يبرز، سواء في الـ في الـ في الـ في الإنشاد، سواء في القيادة، سواء في الإدارة، فتجد هناك نماذج تظهر لك من خلال الأنشطة اللي تمارس في المدارس، حتى في الإذاعة الصباحية مثلاً. أي نعم، كمثال يعني حينما يبدأ الطالب بإدارة الحديث بين زملائه الطلاب، حينما يتجرأ الطالب ويخرج أمام زملائه ويذكر لهم موضوع معين، هنا يبدأ يتحمل المسؤولية، يتحمل المسؤولية أمام زملائه. أيضا أنشطة لها دور كبير في إخراج شخصية الطالب. الطالب له شخصية، كيف نخرجها؟ بواسطة هذه الأنشطة. طيب جميل جدا، لكن كيف نصل إلى هذا الطالب من أجل أن نفجر تلك الطاقة الكامنة؟ كيف نخليه يبدع؟ طبعا زي ما تفضلنا يعني قبل كذا، اللي هو اختياره من خلال الجماعات اللي موجودة في داخل المدرسة. طيب ليس ذلك على حساب المجموعة الأخرى؟ يعني نحن نريد أن يكون هذا المفهوم متشرب لدى عموم الطلاب، بحيث يصبح جميع الطلاب يعرفون ويمارسون المسؤولية الفردية. المسؤولية الفردية ممكن أن تحدث داخل الفصل أيضا، يعني هناك ما يعرف باسم العريف داخل الفصل. طيب. نائب عريف في ما مسؤول. يعني تقصد أنت بتعدد الأدوار؟ أي تعدد الأدوار. نعم. طيب هل هذا العمل سيستمر إلى المرحلة الجامعية؟ لأن هنا محورنا وحديثنا هو عن الطالب الجامعي. حينما يكتسب الطالب المسؤولية الذاتية ويتعود عليها، طبعا في الجامعة يختلف الوضع،
في الجامعة عنده حرية أكبر في ممتاز. وهذا هو وهذا مربط الفرس. نعم. يعني فعلا الطالب في الثانوية العام أو في التعليم العام لا زال محكوم بأطر نعم. معينة من الأسرة والمدرسة، لكن عندما ينتقل للجامعة يكون هناك المجال أرحب مجال وأوسع ويكون قادر على مواجهة المواقف اللي يواجه. طيب ألا تعتقد أن بما أنه صار عنده مساحة من الحرية أن يتخلى عن المسؤولية الفردية؟ لا لا يستطيع أن يتخلى ما دام تعود عليها في البداية وأصبح قيادي في من خلال التجربة، من خلال ما مرينا، من خلال زملائنا اللي درسوا معنا وانتقلنا معهم من خلال مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي، نجد أنهم فعلا أبدعوا أظهر وظهر منهم ناس قياديين. طيب نعم. إذن أنت الآن تثبت بأن المسألة مسألة تنشئة وأن ترتبط المسؤولية الفردية منذ الأسرة منذ نعم. الأسرة مرورا بالتعليم نعم. العام انتقل للتعليم العام نعم. لكن هذا من تشربها أو تعلمها أثناء هذه المرحلة، لكن الذي يخرج من التعليم العام وهو لا يحمل المسؤولية الفردية ويقتحم الجامعة، ما هو الحل برأيك لتشريبه مفهوم المسؤولية الفردية وهو الآن في بلوغ فكري ونضوج يعني في العقل والسن وكل يعني أصبح فعلا قائد؟ أنا أعتقد أنه يحتاج إلى مجهود ذاتي، مجهود شخصي ينبع من ذات الشخص. طيب ممتاز، كيف نحاول أن نثير هذه الحفيظة ونحرك هذه البذرة؟ لا أنا أعتقد أن الجامعة لا يوجد فيها إجبار للطالب على المشاركة في الأنشطة والمشاركة في برامج مختلفة غير المحاضرات اللي يحضرها، أنا كما أتصور نعم. ذلك يعني، فيجب أن يبادر الطالب أيضا من خلال المحاضرات اللي يستمع إليها ممكن أنه يستفيد منها في هالمجال. يعني أنت الآن تحمل الجامعة مسؤولية زرع هذه الثقافة وتشريب هذا المفهوم؟ ما نستطيع، لأن الطالب المفروض يفترض يكون جاهز أنه يعتمد على نفسه. طيب إحنا أنه هذه مشكلتنا، نحن الجامعات لا زالت تعاني من سواد أعظم أن أغلب من جاءها غير جاهز، وبالتالي جاءت السنة التحضيرية أو ما شابه ذلك لردم الفوة ما بين التعليم العام والتعليم العالي. لكن أعود لمسألة الأسرة ثم نستكمل حديثنا. نحن عبد الإله تحدثنا تحت الهواء عن موضوع الأسرة الوالدين، ماذا برأيك عن 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 دور أولياء الأمور وعلاقتهم بأبنائهم في إسناد كثير من المسؤوليات عليهم؟ بسم الله. أولاً للوالد نفسه إذا أكثر سنديات ممكن تسبب ضرر، ولكن نقول يعني يسدد وقاربه، لكنك مؤمن بإسناد مهمات لازم. طيب أنت هذه هي تحرك الروح، هي تحرك السكر جوا الآدمي، من هو صاير تحركه، من هو صاير تحمل مسؤولية. جيد، لكنك تقول أنها تتناسب وعمره. أي يعني لا بد أن تكون المهمة أن تتناسب يعطي مهمة بوقت الدراسة وبوقت مثلا دوامة بالمدرسة، أو تكون أكبر منه أحيانا، أكبر منه شوي، أو أن يكون وقت راحة له. لكنك تؤمن بأن تكون لا بد أن يكون العلاقة شوي متساوية ويكون في يعني ويكون في إسناد، لابد من وجود إسناد. طيب عبد الإله نأخذك مثال، أنت كان يسند لك مهام؟ أنا لا والله بالعكس. طيب ليش؟ لأن كان في غيري يسد المهام. طيب وهذا نتج غير عني أنا. طيب اللي كانوا مهامهم أكبر مني أنا ما شاء الله عليهم الحين مبدعين ومتميزين. متميزين فيك خير وبركة. لجل كذا احنا نبغى نسألك الآن، هل لديك مسؤولية فردية؟ هل تعتمد على نفسك؟ بصراحة لا، ما أعتمد على نفسي مرة، لأن تعودت على هذا أن ما أعتمد على نفسي، بس يوم دخلت الجامعة حسيت أن لابد أن أعتمد على نفسي. طيب يعني يعني المدرسة ما علمتكم المسؤولية وتحمل المسؤولية؟ المدرسة لا إله الله شلون أوضحك، يعني مثل غصب تحضر، غصب تحضر، غصب لازم عندك. طيب رحتوا كشافة؟ رحتوا كشافة يعني شاركت كشافة؟ لا أنا شاركتوا في رحلات، في مؤتمرات، في ندوات؟ أنا بالنسبة لي ما خرجت عن أهلك، أخذت لك 3-4 أيام أنا أطلع يعني في رحلة معينة؟ لا بالنسبة للمدرسة لا، أما رحلة ثانية ألا نطلع ونجي. طيب الآن احنا نقول لك أنت طلعت فريش من التعليم العام وللأسف الشديد يعني طلعت بدون تحمل أي مسؤولية فردية وانتقلت الجامعة، الآن تقول لما وصلت مرحلة الجامعة فعلا صار عندك نوع من المسؤولية الفردية. طيب كيف أصبحت لديك؟ يا أخي لأنك خلاص صرت ذاتك. خاصة أنظر أنا لي سنتين متخرج من الجامعة. طيب والحين دخلت جامعة المعلمة. عفوا تخرجت من الثانوية؟ الثانوية لي سنتين. نعم سنتين في الجامعة. كنت ما عندي مسؤولية، فأقول ليش أدرس الحين، أجلها شوي وما أدري كيف وكذا، يعني أجلت وأجلت وأجلت، فدين صحيت على عمري صحيح اللي قد يروح مني هو وقتي،
هذا داخل الإنسان نفسه. طيب ممتاز. الآن لما دخلت الجامعة صار في أنشطة لمنهجية، مؤتمرات، ندوات، هذه تحرك شوي. ممتاز. الآن فعلا هل لها دور في تعزيز شخصية وفي تحملك المسؤولية؟ بالعكس لها دور، حتى لو مثلا كان الطلاب هم اللي مسؤولين عن تنظيم الحفل أو تنظيم المؤتمر أو تنظيم الحفلات، يعني هذا بالعكس تحس لا إله الله مسؤولية أكبر، وحس بناس أكثر، وتحس ما ودي أطلع من الجامعة، ودي أنشطة أكثر، ودي زي كذا، حس المسؤولية. طيب عبد الإله لو جاك أبوك اليوم وقال لك يا عبد الإله إحنا بنزوجك وتوكل على أطلع، أنا بالعكس خلاص عندك المسؤولية الفردية موجودة. أيوة ما شاء الله. الزواج طيب. الزواج مسؤولية تجر وراها مسؤوليات كبيرة. ممتاز. احنا نتحدث فعلا عن المسؤولية الفردية. المسؤولية الفردية لا تتوقف عند الزواج، هي مسؤولية فردية تجاه الطالب، تجاه نفسه، الطالب تجاه مجتمعه، الطالب تجاه جامعته، الطالب تجاه وطنه. المسؤولية الفردية مفهوم كبير وشامل، احنا لا نتوقف فقط على مفهوم معين او نحصره في زاوية معينة. المسؤولية الفردية لدى الطالب الجامعي الذي يعتمد عليه، والذي هو الان يعول عليه أن يكون قائد مجتمع، أن يكون قائد أمة، أن يكون هو يعني النبراس والقدوة لمن بعده، سيكون مدير دائرة أو رئيس أو ما شابه ذلك. لذا المسؤولية الفردية لا تكون على مستوى شخصي، المسؤولية الفردية شاملة وكبيرة، وهذا ما سيعلق عليها الأستاذ عبد الأستاذ إسماعيل. نحن نتكلم عن المسؤولية الفردية، أن مسؤولية الفرد تجاه مجتمع، تجاه وطن، تجاه أمة، تجاه أشكال متعددة. الإحساس مهم جدا، حينما يشعر الفرد بالإحساس تجاه مجتمعه، تجاه وطنه، تجاه قبل ذلك دينه، هذه أمور مهمة جدا. تبدأ أدواره تظهر في المجتمع، يبدأ إيجابياته تظهر في المجتمع. المسؤولية الفردية كما تفضلت موضوع مهم جدا، ممكن سهل أن نعبر عنه لكنه صعب أن نعثر عليه أو نطبقه. المسؤولية تحدث من خلال العمل، من خلال التطبيق، من خلال ما نمارسه في الحياة، من خلال المواقف اللي تواجهنا، المشكلات الاجتماعية اللي تواجهنا. مهم جدا أن الإنسان يستعين بالآخرين، لكن في المسؤولية أحيانا تأتيك مواقف تتخذ قرارات أنت بنفسك، هنا يجب أن تعتمد على قدراتك، تعتمد على الله ثم على قدراتك وإمكاناتك، يجب أن لا نستهين بأي طالب. طيب جيد. أنت تعتقد برأيك أستاذ إسماعيل لو كان هناك مسؤولية فردية يتحمل كل طالب أو كل مفرد واجباته ومسؤولياته تجاه الآخرين، لما كان هناك بعض المظاهر السلبية لدينا كالتفحيط مثلا؟ نعم. الاعتداء على الممتلكات العامة وما شابه. بلا شك الثقافة لها دور كبير جدا، الثقافة في المجتمع لها دور كبير جدا، ولكن للأسف المجتمع يؤثر بعضه في بعض. الاتكالية اللي نعاني منها في المجتمع بشكل واضح، وكل يبدو لي أن الجميع يشاهد هذه الاتكالية، يعني مسألة أن الشاب في البداية يتكل على والده، يتكل على أخوه، يتكل على والدته في القيام بالمسؤوليات، هذه تجعله فارغ أو فاضي، ما عنده شيء، بإمكانه يتجه إلى الشارع ويفعل ويخرج إبداعاته، يخرج اللي تعتبر يعني سببت مشكلات في. طيب عبد الإله برأيك هل من يدعي مثلا المسؤولية الفردية من شباب الجامعات ورأى مثلا ظاهرة ما، مثلا انفجار ماسورة مياه وترك الإبلاغ عنها للطوارئ وتركها لغيره، هل تعتقد أن فعلا هو متشرب لمفهوم المسؤولية الفردية؟ يعني نقول لها أنت لست واعي بالمسؤولية الفردية. لا مو معقول، يعني لأن هذا واجب من واجباته نحو المجتمع ونحو الوطن. كل واحد لديه واجبات لابد أن يفعلها. في شيء يستطرد من فعل هذا يصير واجب عليك، مثلا ترى حريق لابد أنك تبلغ عنه، لابد أنك تجاهد وتطلع لجوه، لابد أنك تفعل الأشياء تصبح عليك واجبة.
ما تكون عليك واجب ما لو كنت غايب. يعني من المفترض أن جزء من المسؤولية أن تساعد المجتمع نعم. في القضاء على بعض نعم. الظواهر السلبية نعم. وأن تكون أنت مبادر نعم. مثلا على بعض القضايا الطلابية ممكن تذكر لنا شيء على سبيل المثال لديكم في الجامعة وكان هناك مسؤولية فردية تجاه مجموعة من الشباب قضوا على هذه الظاهرة مثلا مثل التدخين التفحيط الوقوف الخاطئ النظافة صح في مثلا الله عندنا مثلا مسؤولية التدخين ضعي. نرى بعض أيام أناس يدخنون في الباركينج تحت فيصبح لك واجب أنك تنصح وتعطيه معلومة وتعطيه آية وتحاول تسولف معه وزي كذا وتوصل له أن التدخين حرام أو أن شيء يعني لا بد أنك تتركه يعني هذه تراها من واجبك كفرد نحو المجتمع من واجبك كفرد طيب هل يعني هل ارتقت هذه المسؤولية الفردية إلى إقامة مثلا حملة أو إقامة ندوة أو دعوة لمحاولة القضاء على التدخين في المواقف مثلا؟ لا ما بس في لا زال اجتهاد فردي لكنه نابع من مسؤولية بس فردية بس لو نطرح رأي على أحد المسؤولين ما أظن راح يردنا طيب نحن سنخرج فاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا حقائق جريئة تلامس حياتك عندما تصبح لغة الأرقام تحاكي واقعك حقائق أنت بطلها بعادات وسلوكيات لو استمرت قد تؤدي إلى كارثة برنامج حقائق على قناة عالي موهوبون منذ صغارهم هوايتهم فن من أرقى الفنون الريشة صديقة أناملهم وبها يتبارون في رسم الحروف فيجعلونها أكثر حيوية لتتكلم دون لسان وتصبح في أبهى صورها خطاطون في رحاب النور على قناة عالي أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا وفي محورنا الأخير كما يسرنا الترحيب بضيفنا الجديد هنا في الاستوديو بعد أن ودعنا الطالب عبد الإله العنزي من جامعة الإمام راح أحب الطالب عمر الدائل من جامعة الإمام حمد بن سعود الله يحييك الله يخليك أهلا وسهلا عمر نحن نتحدث عن موضوع سمعت نقاشنا فيه وحوله بالإضافة إلى التقرير الذي عرض فما رأيك بالنسبة للمسؤولية الفردية لدى الطلاب هل هي غائبة أم حاضرة طلاب الجامعة والله نسبة كبيرة يعني من الطلاب فيه يعني نسبة حاضرة فيهم ونسبة مو بحاضرة لكن نريد السواد الأعظم هل هم الذين حاضرة أم غائبة والله صعب أنك تحكم على مجتمع كامل طيب بحكم أنك في الوسط الطلابي وأنت أحدهم هل تعتقد أنكم أصبحتم على 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 مستوى من المسؤولية الفردية تجاه النفس ثم الآخرين والله لا شك يعني في طلاب مثل ما قلت لك صعب أن نحكم على المجتمع في كمية من الطلاب عندهم المسؤولية في كمية من الطلاب طيب نأخذك على سبيل المثال عمر هل لديك مسؤولية فردية تجاه نفسك والله أنا صعب أن أقيم نفسي لكني لكن لديك مبادرات الحمد لله لدي مبادرات بالنسبة لي أتكلم عن نفسي حاسب المسؤولية حاسب المسؤولية جيد جدا رائع هذا طيب إحساس هذا إحساس بالمسؤولية أكيد أنك ترجمته تطبقه أنت رجل تساعد الأهل رجل تعتمد على نفسك في بعض المصادر المادية تعتمد على نفسك في القراءة والكتابة والحضور والانتقال وما شابه ذلك هذا المفهوم أو تشرب هذه المسؤولية الفردية كيف وصلت إليك؟ هل هي من تنشئة أسرة؟ هل هي من مشاركتك في أنشطة داخل التعليم العام مثلا؟ أم تعرضك لموقف معين؟ أم ماذا؟ والله عوامل كثيرة طيب اذكر لنا منها
يعني العامل الأساسي صراحة الحمد لله يعني وأشكره ودائما أدعي له صراحة الوالدة. الوالدة يعني هي كثير ربتني على المسؤولية فعلا. بعدها تخرجت من الثانوي بعدها دخلت الجامعة كان فيه قل من كان فيه قل يعني شلون أقول لك هناك يعني يعني فيه تقصير بالمسؤولية ممتاز من الجامعة وليس منك. لا هذا أول ما تخرجت من الثانوي. بعدها لما تدخل الجامعة لا التقصير تقصير أقصد وين التقصير اللي بعد ما تخرجت من الثانوية تقصير مالي يعني إهمال مراهقة نعم نعم مراهقة يعني ما تحس منه يعني ما ما تمدرك غير مدرك. ممتاز اعتراف جميل جدا. لكن كان للجامعة وأنشطتها أثر عليك أكيد كثير صراحة. طيب زملائك الآن الأصدقاء والمجتمع الطلابي لما تجد هناك فعلا ألا مبالاة أو عدم إحساس هل تبتعد عنهم أم تطلب منهم يعني تحاول تشربهم هذا المفهوم؟ والله على حسب يعني أنه على حسب اللامبالاة اللي عند الشخص هذه يعني على حسب المقياس اللي عنده باللامبالاة تقدر تنصحه أو تقدر أنك تبتعد عنه يعني في أشياء خصوصية تخشى على نفسك ايه في أشياء خصوصية ما تقدر تتدخل فيها ولا تقدر تغير فيها شيء فتبتعد عن الشخص هذا. في أشياء والله تحس أنه فيه يعني في نتيجة انك لو تنصحه ولا تعطيه كلمه من هنا ولا من هنا. طيب مو جيد انا انت قلت لك استاذه اسماعيل الان هل تعتقد برايك ان المسؤولين في الادارات وفي الجامعات بمختلف مستوياتهم نعم. ومهامهم هل تعتقد ان لديهم هم وهاجس حول تشريب الطلاب المسؤوليه الفرديه؟ بلا شك هذا المفروض. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن الله إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فهناك مرحلتين، مرحلة ما قبل العمل ومرحلة ما بعد العمل. أنت لما تعمل لا يكفي أن تعمل، إنما يجب أن تتقن. طيب عمل. أنت الآن أثبت وبلا شك نعم. لكن السؤال كيف ترجمت هذه الإحساس أو هذا الهم الذي يقع على عاتق أولئك المسؤولين في ترجمة هذه المسؤولية وتشريبها للطلاب؟ حسب ما نراه في الميدان كما تطرقنا سابقا اللي هي الأنشطة الطلابية سواء في الجامعة أو في المدارس نرى أنها فعلا لها دور إنما ليس دور يعتبر يعني. طيب أستاذ إسماعيل عفوا يعني تسمح لي واسمح لي أعزائي المشاهدين لا زال هؤلاء هم اللي فحطون هم اللي يعتدون على الممتلكات العامة بتكسير الإشارات ومخالفات المرورية هم اللي لا زالوا يزعجون السكان هم اللي لا زالوا يعني إذن أين ترجمة المسؤولية الفردية؟ المسألة نسبية يعني المسألة نسبية اللي يعمل هالأشياء أنا أعتقد أنه ما اشترك في هالأنشطة اللي يعني لابد من تكثيف البرامج لابد من وجود برامج فعلية تجبر الطالب أو ما لا تجبر إنما يصير هو يرغب بذاته أنه يشترك فيها يعني أنت تدعو إلى التحفيز محاولة نعم التحفيز التعزيز والتحفيز نعم. جيد. طيب عبد الله أنت برأيك هل هناك شخص ما يدعي المسؤولية الفردية لكنك تجده مثلا يفحط أو يعتدي على ممتلكات عمر عفوا عبد الله ودعناه عمر الداي لا أنا أتوقع المسؤولية ما لها شغل ما لها يعني علاقة بهذا الشيء يعني ممكن طيب علاقتها بيش ممكن تجد شخص مسؤول لكنه هذا الجانب عنده على حسب الثقافة لكن تجده شخص مسؤول يعني تلقى عنده مسؤوليات تلقى يجيب هلا يودي هلا عنده يعني مسؤوليات بالبيت عنده مسؤوليات كذا شغلة لكنه ممكن يعني هذا الشيء من جانب يعني الثقافة يعني في جوانب مشكلات أخرى أكيد يعني صراحة يعني فعلا أريد أن أصل إلى هذا الفراغ الذي يعني هو عنده مسؤولية فردية لكن رغم ذلك في سلوك مشين. طيب إيش اللي خلاه يصل لهذه الدرجة؟ أنا أقول لك على حسب الثقافة يعني هو تجده يمكن شخص مسؤول لكنه على حسب ثقافته فهو شخص ممكن يفحط ممكن يسوي شيء غلط يعني. طيب أنا أرجع لك أستاذ إسماعيل. طيب الطالب ليش ما يكون عنده البادرة من داخله؟ ليش أنت الآن قلت تعلم ذاتي؟ طيب أنا كيف أوصل لهذه المرحلة بحيث أني أخلي الطالب لديه مسؤولية من تلقاء نفسه؟ كيف أصل لهذه المرحلة؟ يحتاج إلى مساعدة يعني نساعده على أنه هو يعني يجب أن نعرف السبب ما السبب الذي يجعله لا يتحمل المسؤولية. هناك أسباب عديدة كما ذكرنا فيها الاتكالية فيها عدم الثقة بالنفس فيها الانكفاء أو الاكتفاء حينما يواجه أي موقف تجده يتوقف هنا
يجب أن يفهم الطالب أن عنده إمكانات، عنده قدرات، أنه قادر على أنه يبدع، قادر على أنه دائما الطالب الشاب يريد أن يعمل شيء في المجتمع. لو عمل شيء إيجابي تجده يبرز ويتجه نحو الأمام، أما إذا عمل الأشياء السلبية فهو يريد أن يلفت النظر للآخرين، حينما يعمل يفحط مثلا، حينما يعمل أي أشياء هذه هو يريد أن يلفت النظر، يقول ها أنا موجود. بعض الناس عنده طاقات، الشباب خصوصا عندهم طاقات يريد تفريغها، فيجب أن نستغل هذا الجانب في حسب ميوله، حسب قدراته. عنده ميول، عنده قدرات، بعضهم يهتم بالرياضة، بعضهم يهتم بالشعر، بعضهم يهتم بالفنون، يجب أن نشجعه على أنه طيب شطر. أستاذ إسماعيل، أنت خبير توجيه وإرشاد، نعم، هل ترى السواد الأعظم لدى طلبة الجامعات أن لديه مسؤولية فردية؟ وإذا كان لديه مسؤولية فردية أين تجدها؟ الاعتماد بس على الحضور والغياب والانصراف داخل الجامعة، أم هناك فعلا مسؤوليات أخرى تجاه المجتمع وتجاه بلا شك مدام أن الطالب يحضر محاضراته كما تفضلت الغياب والحضور فلديه مسؤولية، ولكن المسؤولية لها نسب تختلف من طالب إلى طالب. يعني قد تكون مسؤولية تجاه نفسه فقط، أما المجتمع والدين والوطن لا أعتقد قد تكون طبعاً أقل. طبعاً الدين مسؤولية الإنسان أمام الخالق عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني هذه مسؤولية كبرى ومهمة أساسية للفرد. نعم، أيضا ممكن العمر، المال، الجسم، العلم، كل شيء له حق على الإنسان أن يهتم فيه. هذه مسؤولية، يعني إذا أنت ما أدركت نفسك ووعيت زي ما تفضلوا الأخوان قبل قليل ذكروا أنه يعني بعضهم ما أدرك إلا بعد ما راح من عدة سنوات من عمره، فهنا يجب الإنسان أو يأتي دور الأسرة أولا، يأتي دور المدرسة، يأتي دور الإخوان الموجودين حوله، البيئة المحيطة حوله، يجب أن يحتاج إلى مساعدة مهما كان في البداية، يحتاج إلى مساعدة. طيب إذن نقول للسواد الأعظم عنده مسؤولية فردية؟ إيه أكيد عندهم السواد الأعظم. طيب أعود لك أنت عمر الدايل، أنت طالب مرت مرحلتين، مرحلة التعليم العام ومرحلة التعليم العالي، هل تحمل أحد مسؤولية تغييب هذا المفهوم؟ والله أكيد، يعني في هي 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 نسبة وتناسب. طيب يعني نص علي ونص على المسؤولين. يعني نص علي أنا ونص على الجامعة. الجامعة لا بد أنها تكون يعني مسؤولة عن هالشيء. طيب هل هناك نشاط معين أشركتك الجامعة فيه حسست بالمسؤولية الفردية من خلال وجودك في الجامعة؟ شاركت بنشاطات كثيرة، بس ودي أقول شغلة، المرحلة الجامعية في مسؤولية أنه الموهبة والعطاء. طيب أنه الطالب عنده موهبة، يعني بالمرحلة الجامعية أكيد في كم شخص أكثر الأشخاص، يعني 90% من الناس من الطلاب عندهم موهبة، عندهم شيء لازم. طيب يعني حتى في فترة ما كان على مستوى التعليم العام ما كان عنده موهبة، موهبة أكيد معي من الصغر. أكيد أكيد، لكنه في فترة الجامعية الطالب في فترة يعني يبي غير أنه يعني يبي يقدم، يعني أصبح عنده نضج فكري يريد من خلاله التميز والإبداع. نعم، نعم. جيد. طيب الآن أستاذ إسماعيل، كونك خبير، نعم، توجيه وإرشاد، هل تعتقد برأيك أن التوجيه الخارجي أساس في تنشئة الفرد أو الطالب على المسؤولية الفردية؟ بلا شك لابد أن تكون هناك محاسبة للفرد، ليس بمعنى المحاسبة للعقاب، لا، المحاسبة النصح، التوجيه والإرشاد من خلال ولي أمره، من خلال أقاربه اللي حوله. تجد في الأسرة لابد يوجد من يهتم بأفراد الأسرة. طيب. عمر الدايل، هل تعتقد أن التوجيه الخارجي يزيدك حماسا وتعزيزا، أم أنك تعتقد أنها يعني محبط أو مؤذي بالنسبة لك؟ معليش، ما وش تقصد بال يعني لما يجيك الوالد وبيقدم لك نصائح وإرشادات، لما يجيك رجل المرور بيحاول ينبهك على شغلة معينة، أستاذك في الجامعة مثلا، بعض الجهات الآن الأهلية والمنظمات الإنسانية
الوطنية اللي بتحاول أنها تشرب الناس بعض الثقافات للمحافظة على النظافة وما شابه ذلك، هل فعلا أنت تتقبلها بكل سعة صدر أم أنها أم أنك معتمد على نفسك من غير ما يجونه؟ والله فعلا لها تأثير أنه يكون يعني في أحد يوجهك ويرشدك، لكنه بالناحية الثانية أنت لازم تطبق. يعني أنا أقول لك، أنا أول ما تخرجت من الثانوي يعني كنت مو حاسس بالمسؤولية كثر ما أنا الحين بالجامعة. يعني كثر ما أنت تجرب، كثر ما أنت تتحمل مسؤولية الخطأ اللي وقعت فيه، كثر ما يعني تزود عندك الجانب. أستاذ إسماعيل، ونحن في نهاية حلقتنا نريدك أن تختم برسالة في 30 ثانية. الحقيقة نحن نتمنى إن شاء الله من كافة أفراد المجتمع، سواء الأسرة، المدرسة، الجامعة، أن يتكاتفوا فعلا في وضع برامج تساعد الطلاب، أبنائنا الطلاب اللي هم رجال المستقبل، في تجعلهم إن شاء الله يكونون على قدر المسؤولية. نتمنى إن شاء الله أن يتحسن الوضع أكثر وأكثر بالنسبة للمجتمع من خلال هالبرامج. طبعا هذه تحتاج مجهود كبير، عدة جهات وتضافر عدد من الجهات. نعم. عمر الدايل، رسالتك الأخيرة. والله إيش تبغى توصل؟ أبي أوصل لزملائك والمجتمع الطلابي. أبي صراحة هي موضوعنا عن المسؤولية. أنت لازم تجرب مسؤولية، لو كانت صغيرة لازم تجرب مسؤولية وتحس لو أخطأت. نعم. لو أخطأت راح وقعت بالخطأ اللي أنت فيه، أنت راح تتحمل مسؤولية. نعم. نفسك. نعم. هذا هي رسالة جدا رائعة وجميلة. قدر يعني لو نقول نصح والإرشاد، كل نصح والإرشاد نصح والإرشاد ما راح يعني. إذن الأستاذ إسماعيل بن سعود المغيرة، خبير التوجيه والإرشاد، كنت معنا، شاكرين ومقدرين لك حضورك ومشاركتك. نشكركم، والحقيقة فرصة نعتبرها فرصة جيدة لتقديم نساهم في المجتمع. الشكر موصول لك أنت عمر الدايل، طالب من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. الله يعطيك العافية، ما قصرت. الشكر موصول لكم أنتم أعزائي المشاهدين على البقاء والمتابعة، وإلى حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.